وراجعين نتكلم عن ركن من أركان الإسلام ألا وهو الحج. والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، واجب على كل مسلم قادر إنه يحج مرة واحدة في العمر. في شهر ذي الحجة من كل عام بتتجه قلوب وأفئدة المسلمين وبعض المسلمين إلى مكة، أطهر بقاع الأرض والتي شرفها الله سبحانه وتعالى بوجود الكعبة المشرفة فيها. أسئلة كتير قوي بتدور في أذهاننا، ليه بنحج؟ مين بنى الكعبة؟ وشمعنا بنروح نحج عند الكعبة؟ أسئلة كتيرة ممكن كتير مننا ما يعرفش عنها حاجة. مناسك الحج، أهمية الحج، هل ليه فوائد؟ طب هل ليه في فوائد عن الكلام عن الكعبة ومين بناها والمعلومات دي كلها، في منها إفادة لينا؟ أكيد طبعا. وكل الأسئلة اللي بتدور في أذهاننا واللي حابين نعرفها عن الكعبة والحج ومناسك الحج، كل ده هنطرحه معاكم على الشيخ إبراهيم يوسف، إمام وخطيب في وزارة الأوقاف. منورنا ومشرفنا يا شيخ. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ومستنيين أكيد تليفوناتكم وأسئلتكم اللي هتطرحوها علينا من خلال الأرقام اللي بتظهر معانا على الشاشة، من أي تليفون أرضي على 0900 900، أما الموبايل هيكون على 2600، وفي انتظار مكالماتكم. وأول سؤال اللي هطرحه عليك يا شيخنا، الكعبة. نعم. هل في فايدة إن احنا نسأل ونعرف أصل الموضوع، الكعبة اتبنت إمتى، إزاي، مين بناها، الحاجات دي كلها في فايدة منها؟ أكيد إن احنا نعرفها. نعم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، الكعبة إنما هي رمز التوحيد ورمز الإسلام ورمز الوجهة الواحدة، جعلها الله سبحانه وتعالى ملاذا وحرما وأمنا. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. جعلها الله سبحانه وتعالى هي رمز التوحيد في الإسلام، إليها تتوجه قلوب المسلمين وأجسادهم عند كل صلاة، كما أمر الله نبيه ورسوله وأمته: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الكعبة لابد للمسلم أن يعلم الكعبة وأن يعرف كل شيء عن الكعبة، لأن الكعبة ليست قبلة للصلاة فحسب. الكعبة مش قبلة الصلاة فقط، لا، الكعبة هي قضية الزمان وقضية المسلمين إلى قيام الساعة. بمعنى إيه بقى؟ يعني إيه قضية المسلمين؟ قضية المسلمين لأن حول الكعبة تدور أحداث آخر الزمان، والكعبة مقصد أعداء الله منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها. ولنضرب أوضح الأمثلة اللي كلنا عارفينها، أبرهة الحبشي. أيوة. أراد أن يهدم الكعبة فقسمه الله سبحانه وتعالى، وأنزل في هذا الحدث سورة: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وفي آخر الزمان، وهنوضح إن شاء الله من خلال حلقاتنا بإذن الله، إن شاء الله، أن الكعبة ستكون مقصد أعداء الله ولن يتركوها حتى يهدموها حجرا حجرا، كما قال رسول الله. طبعا الناس بتتعجب حينما تسمع هذا الحديث، والناس بتفزع حينما تسمع هذا الحديث، ولكن هذا واقع. وهنبينه إن شاء الله بالأدلة ونفرد حلقة بمشيء الله. أن الكعبة في آخر الزمان سيغزوها جيش من بني الأصفر، كما قال رسول الله، فيردهم الله عنها ويخسف بهم الأرض. ثم يغزوها جيش من الحبشة، كما قال رسول الله، ويهدمها رجل حبشي يسمى ذو السويقتين، حاكم في هذا الزمان، يهدم الكعبة حجرا حجرا ويلقي بحجرتها في البحر، وتبقى الكعبة سبعة أعوام لا يحجها مسلم إلى أن يقيم الله الساعة والناس هكذا. تمام. فعلشان كده المسلمين لازم يعرفوا كل شيء عن الكعبة، لأن ارتباطهم بالكعبة ارتباط روحاني وارتباط مكاني وارتباط زماني. لازم يعرفوا كل شيء عن الكعبة لأنها قضيتهم إلى قيام الساعة. طيب، قريت إن كان في حج. نعم. قبل الإسلام. نعم. نعم. مين اللي كان بيحج؟ إذا قصدنا بكلمة الإسلام هو بعثة النبي محمد، أكيد فهناك كان حج قبل الإسلام. أما إذا قصدنا بكلمة الإسلام كل الأديان، فالحج منذ أن أقام الله الأرض ومن عليها. ليه؟ لأن الله قال: إن الدين عند الله الإسلام. فكل الأنبياء من أول آدم إلى رسول الله محمد كلهم مسلمون موحدون، وتختلف الملل هنا. أيوة. إسلام، يهودية، مسيحية وهكذا. أيوة. ولكن الحج أو الحج قبل
الإسلام من أول آدم عليه السلام، ودي بقى بداية الكلام. سيدنا آدم عليه السلام حينما أخطأ الخطيئة وحينما عصى ربه سبحانه كما تسجل القرآن، وعصى آدم ربه فغوى. طبعا كلنا عارفين أن ربنا سبحانه وتعالى أنزل آدم وأنزل حواء من الإيه؟ من السماء، تمام؟ نزل من السماء وسكن الأرض، فظل آدم يبكي على خطيئته، تمام؟ فأراد الله سبحانه وتعالى أن يسكن أو يسكن فؤاد آدم وأن يتوب عليه، فقال له طف حول الكعبة. من هنا بقى جيت أو جه مصطلح الكعبة. إزاي بقى يطوف حوالين الكعبة؟ هي الكعبة كانت موجودة؟ نعم، العلماء قالوا أن الكعبة بنيت أكثر من مرة، ولكن كلمة بناء أنا عايز أوضحها للمسلمين، لأن الموجود في كتب التاريخ وكتب التفسير كلمة البناء، ولكن كلمة البناء للكعبة بمعناها المعهود المعروف، بناء اللي هو وضع حجر على حجر، لم يحدث كما قال ابن كثير إلا على يد الخليل سيدنا إبراهيم. نأجلها بقى شوي، تمام؟ طيب هنقف هنا نعم لحظة واحدة وناخد معاكم التليفون. ألو أستاذة فاطمة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك عاملة ايه؟ أهلا وسهلا بحضرتك، ازيك يا مدام فاطمة؟ حبيبتي منورانا، الله يعزك يا رب ويبارك لك. ممكن بعد إذنك أطرح سؤال للشيخ؟ طبعا اتفضلي. الله يعزك يا رب. إن شاء الله السنة دي جوزي رايح الحج. على خير، ربنا يتقبل يا رب. اللهم آمين يا رب. فإن شاء الله يعني هو في ناس بتقول له ينفع إن أنت هم إحنا نذبح بداله. أنا عايزة أستفسر، هو ينفع يوكلنا نذبح؟ تمام تمام، أضحية قصدك يعني. ولو ذبحنا ولو ذبحنا ناكل منها ولا نفرقها كلها؟ أضحية ولا نذر؟ لا أضحية. معلش أنا عايزة لسه بقيت السؤال. اتفضلي. وبرضه أستنى أذبح لما هو يحل إحرامه ولا أذبح إمتى؟ طيب. خلاص تمام، دي الأضحية، بتتكلمي كل ده عن الأضحية. لا هو مش أضحية، أضحية بالنسبة له هناك. لا. لا غير الهدي اللي هناك. لا. بنتكلم على الاضحيه اللي انت بيهيك. ايوه انت بتتكلم على الاضحيه اللي انتوا هتعملوها عندكم في البيت، صح يا استاذه فاطمه؟ اعتقد ان انا فهمت صح. طيب مش تمام. طبعا هو الحج اللي بيحج نعم. بيبقى في على يعني في بعض بقى الامور اللي هنتطرق ليها مستقبلا نعم. امتى يقوم بالذبح نعم. والهدي نعم. وامتى لا، بس هي بتسال عن هو طبعا متعود ان هو كل سنه بيضحي في بيته نعم. فهل هو بقى مش موجود بيؤدي فريضه الحج نعم. هم يوكلهم ان هم يضحوا مكانه هنا؟ اكيد طبعا، هو إن كان يعني الحمد لله الذي كتب له الحج، ونسأل الله أن يكتب لنا أجمعين. آمين، وقال يا رب. آمين. آمين يا رب. هو دلوقتي طبعا هو إذا كان هيقرن هناك بين الحج والعمرة بإحرام واحد، ونفصل إن شاء الله في الأحكام. أيوة. أو كان هيتمتع هيعمل عمرة وبعد كده يتحلل وبعد كده إيه يحرم بالحج، هيبقى عليه هدي واجب هناك. تمام. ده هو بيعمله هناك. أيوة. بيذبح أو بيشتري صك على الأغلب، ولكن الأضحية اللي هو متعود يضحي كل عام كل سنة الشعيرة وسنة. أيوة. دي بينيب حد من أهله كزوجته طبعا إن هي تذبح عنه بإذن الله. تمام. وتذبح مع يعني إيه حلول سنة الذبح يوم العيد، من بعد صلاة العيد يحق لها أن تذبح، ما تستناش إن هو يتحلل التشريق هناك، لأن دي أضحية ليس لها علاقة بالإيه بالحج. فإن شاء الله بإذن الله الأستاذة فاطمة ينوب أو تنوب عن زوجها في ذبح الأضحية إن شاء الله، وتذبح من بعد صلاة العيد مباح لها لحد ايه عصر ربع يوم العيد، وهنفصل ان شاء الله. تمام. تاكل منها طبعا، طبعا لازم تاكل منها. النبي أيوة. قال اضحيه عاديه جدا زي ما بتعمله كل سنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على اضحيته، وهنوضح ان شاء الله ان شاء الله. كل سنه وانت طيبه يا استاذه فاطمه، وان شاء الله حج مبرور باذن الله. اللهم امين يا رب. نرجع نكمل تاني. نعم. كنا بنتكلم على ايه؟ احنا وقفنا وقلنا ان طبعا ان البناء الفعلي للكعبه كان على يد سيدنا على ابراهيم مع ابراهيم، وهنفصل ان شاء الله. اسماعيل. تمام. طب ايه اللي كان قبل كده؟ ده اللي بقى اختلف فيه العلماء والفقهاء والمفسرين، اللي تلاقيه مكتوب له ايه؟ ان الملائكه اول من بنت الايه؟ الكعبه. تمام. وان ادم اول من بنى الكعبه. وان شيس ابن ادم هو بنى الكعبه. ده كله لم يكن بناء بالمعنى المعروف. أيوة. لان بعض الاحاديث وردت ان الكعبه حينما يعني اعترضت الملائكه او لم تعترض او قالت لربها سبحانه وتعالى لما خلق ادم من هذا، فقال اني جاعل في الارض ايه؟ خليفه. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فهنا اعتقدوا أنهم اعترضوا على أمر الله، فبكوا بكاء شديدا، فقال لهم ربهم سبحانه وتعالى طوفوا حول البيت. ده البيت المعمور اللي في السماء.
البيت اللي ايه؟ اللي هي كعبة أهل السماء. أيوة. كما قال أهل العلم أن في كل سماء من السماوات السبعة كعبة، ولذلك النبي قال في الحديث الصحيح إن في كل سماء بيتا يسمى بالبيت المعمور، هو كالكعبة فوق الكعبة، لو وقع لوقع على الكعبة، يعني بنفس الايه الرسومات والتفاصيل، لو وقع على فين؟ على الكعبة. تمام. فبعد كده لما آدم عليه وعلى نبينا السلام أخطأ الخطيئة وبكى، فربنا سبحانه وتعالى قال أهل العلم أنزل الله من الجنة زمرودة خضراء على هيئة الكعبة، شيء ايه؟ شكل مكعب. وطاف آدم بالايه؟ بالكعبة، وحج وحج أبناؤه، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كأني بآدم يهبط من ايه؟ من هذا الجبل ملبيا. يبقى إذا كان هناك حج قبل الايه؟ الإسلام، قبل أو قبل بعثة النبي يعني، وكانت هناك الكعبة ولكن لم تكن بناء كما قال أهل العلم. اللي حصل بعد كده إيه بقى؟ احنا عارفين إن في حاجة حصلت في التاريخ غيرت وجه الكرة الأرضية، اللي هو طوفان مين؟ سيدنا نوح عليه السلام. هذا الطوفان على الرأي الأرجح إن هو كان في الكرة الأرضية كلها، وإن الأرض كلها ربنا أغرقها وأهلك من فيها، إلا من قال الله لنوح اسلك فيها من كل زوجين ايه؟ اثنين واهلك. فكان مع نوح كما قال اهل العلم كانوا 8 انفار، تمام؟ 3 اولاده كل واحد بزوجته، ونوح وايه؟ وزوجته. لما الطوفان طبعا خلص وربنا سبحانه وتعالى قال الارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي، وبدات البشريه ترجع تاني واستوت على الجدي، نزل سيدنا نوح عليه السلام، فكانت عوامل التعريه من طين وماء وتراب غطت الايه؟ معالم البيت. فضل البيت هكذا الى ان ابتعث الله مين؟ سيدنا إبراهيم. ولذلك بقى الحق سبحانه وتعالى كان دقيقا حينما قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. يبقى إذا نفهم من الآية إن سيدنا إبراهيم رفع الإيه؟ القواعد. كان في قواعد موجودة بس مش باينة، ولكن إبراهيم هو الذي إيه؟ رفعها. علشان كده لما سيدنا إبراهيم خد السيدة هاجر بأمر الله وخد إسماعيل هو رضيع وراحوا عند الكعبة، ماذا قال؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير زيزة عند بيتك الايه؟ المحرم. يبقى البيت هنا، بس هل هو عارف مكانه؟ لا. الله ينور عليك، ما يعرفش مكانه. فلما بقى ربنا اراد ان يعرف ابراهيم البيت ومكانه، كان اسماعيل عنده ساعتها 30 سنه وابراهيم عنده 100 وقيل 120 سنه، قال له ايه؟ واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بشيء. بوأنا يعني ايه؟ يعني رفعنا له المساحات. زي النهارده انا هاجي هبني بيت مثلا او عماره، بعمل ايه؟ ببدا اعمل مسح لايه؟ المساحة، وحدد المساحات بتاعته. نفس القصة، فربنا قال لإبراهيم وإذ بوأنا يعني نظفنا له مكان الإيه؟ البيت. القواعد، وقلنا له مكان البيت هتبني في الجزء ده بالحدود دي بالمراسم ديت. ولذلك كان أحد يعني علمائنا يقول أعظم ببيت الباني له هو الخليل، والمهندس الذي حدد المساحات هو جبريل، والمساعد هو الذبيح إسماعيل، والآمر هو الملك الجليل سبحانه وتعالى. لا إله فدي إلا قضية الله. البناء بتاع البيت هتعمل إيه إبراهيم؟ طيب. نعم. هنا هنيجي لسؤال بيت الله الحرام. نعم. ليه ربنا سبحانه وتعالى سمى البيت؟ نعم. أو نسبه إلى لنفسه؟ هنطلع فاصل تفضل، ونرجع بعد الفاصل نعرف إجابة السؤال، ومستنيين اتصالاتكم وأسئلتكم على الأرقام اللي بتظهر معانا على الشاشة. فاصل صغير خالص ونرجع لكم على طول. ورجعنا لكم تاني من الفاصل، وكنا سألنا سؤال قبل ما نطلع فاصل، ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل بيت في الأرض ونسبه ليه وهو البيت الحرام؟ نعم. ليه؟ هو طبعا يعني رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده أن جعل لهم بيتا نسبه إلى نفسه، فيه يأوبون وإليه يرجعون، وعند يعني حجره إلى الله سبحانه وتعالى يتوبون. لأن كل ملك في الأرض إذا ولاه الله سبحانه وتعالى رعية جعل لهم مكانا يجتمع فيه برعيته. أيوة. من أجل أن يطلبوا ما يحبون، فكذلك ولله المثل الأعلى، جعل الله البيت الحرام مثابة للناس وأمنا، نسبه إلى نفسه، لذلك هو أعظم البيوت. وهذا هو الفرق بين بيت لله وبيت الله سبحانه وتعالى. أيوة. كل المساجد في الأرض وكل دور العبادة هي بيوت مين؟ لله. لله. ولكن الكعبة المشرفة هي بيت الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه كما قال مولانا الإمام رحمه الله الشيخ الشعراوي في خواطره أن المساجد هي بيوت الله، ولكن باختيار عباد الله، احنا اللي بنختار الايه؟ المكان. احنا نعمل هنا مسجد، ولكن بيت الله الحرام هو بيت الله باختيار الله سبحانه وتعالى. شوف الفرق بين مكان ان ربنا يختاره علشان يبقى بيته وينسبه لنفسه سبحانه وتعالى. سمي البيت بيتا لان كلمه البيت في لغه العرب هو المكان المعد للبيات والبيتوت، المكان احنا بن ايه؟
نستريح فيه، أيوة. بنسكن فيه من نسكن تعب فيه. طول النهار، بنروح زي بيت كل واحد فينا. أيوة كذلك بيت الله الحرام، قال الله فيه إن أول بيت وضع للناس للذي الذي ببكة مباركة. مباركة. أول بيت للعبادة هو بيت الله الحرام. فالله كما جعلنا وجعل في بيوتنا سكنا ورحمة، جعل الله في بيته السكن والرحمة والمغفرة والسكون. وهذا يعني شاهد إلى كل من يذهب إلى هذا المكان، فإنه حينما يذهب يسكن فؤاده ويسكن صحت. قلبه وتستريح نفسه وتجتمع وتشتمل عليه أعضاؤه. فلذلك يعني بيت الله الحرام جعله الله سبحانه وتعالى للناس لبيات أرواحهم وقلوبهم وسكونهم، كما جعل بيوتهم راحة لأبدانهم. فنسأل الله حجة إلى بيته الحرام. آمين يا رب. أنا عايزة أقول لك إن هناك الواحد ما بيبقاش عايز يرجع بيته. نعم. يعني هو قاعد في بيت ربنا مش عايز يرجع بيته، دي حقيقة وشعور لا حقيقي جدا. أكيد. طبعا من سياق الكلام اللي كلمناه عرفنا إن سيدنا آدم هو نعم. أول من أقام أو طاف حول الكعبة. أول من طفح وأول من بنى الكعبة وأقام القواعد. نعم. هو سيدنا إبراهيم عليه السلام. نعم. تمام. هذا ما جزم به ابن كثير في البداية والنهاية، وهذا هو ظاهر القرآن. لأن احنا مش هنتلاقي الحديث في القرآن بدأ عن البيت وعن الكعبة إلا وكان مقترنا بمين؟ بسيدنا إبراهيم. بسيدنا إبراهيم. ليه؟ لأن زي ما قلنا الباني الفعلي ورافع القواعد للبيت هو سيدنا إبراهيم. هو إبراهيم. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يحج الناس إلى البيت حجا منتظما لم ينقطع إلى قيام الساعة، أمر إبراهيم أن يبني بيته. أيوة. ولذلك نزل الأمر من الله سبحانه وتعالى إبراهيم ببناء البيت، فقال إبراهيم لإسماعيل إن الله قد أمرني أن أبني هنا بيته. أولا لازم نعرف أن سيدنا إبراهيم لم يكن مقيما في مكة. لم يكن مقيما فين؟ في مكة. إحنا عارفين أن إبراهيم أصله من العراق وكان مقيما في العراق، وأتى إلى مصر في رحلة مع السيدة سارة، ثم بعد ذلك رجع إلى العراق. طب علاقة إبراهيم بمكة إيه؟ إبراهيم لم يكن عربيا خالصا. إبراهيم لم يكن عربيا، هو كان من العراق من الكلدانيين، يعني من غير العرب. تمام. طيب ربنا سبحانه وتعالى لما أراد للكعبة أن تصبح كعبة أمر إبراهيم في العراق أن يبني الكعبة. اللي كان عايش في مكة وكان مستوطن مكة هو سيدنا إسماعيل. لأن من يوم ما دخلها مع هاجر وهنجيلها إن شاء الله في قضية التوكل، لم يبرح مكة إسماعيل. من العرب تزوج من قبيلة جرهم مرتين وأنجب أولاده الإثنى عشرة، وأصبحوا يسمون بالعرب المستعربة. عرب مستعربة يعني إيه؟ يعني هم مش عرب خلص، ولكن لما استوطنوا وتجوزوا من العرب أصبحوا إيه؟ عربا، وبهم انتشرت اللغة العربية. فسيدنا إبراهيم لما ربنا أمره جاء من العراق ابن 100 سنة وقيل 120 سنة. طب جنب يجي ازاي؟ قال أهل العلم أن البراق الذي قيده الله لنبيه في ليلة المعراج كان يركبه إبراهيم عليه السلام. وهو مركب ودبة الأنبياء. فكان إبراهيم يأتي من العراق إلى مكة في غمضة عين. فأتى إلى إسماعيل وقال يا إسماعيل إن الله قد أمرني أن أبني هنا بيتا. فقال أو أمرك؟ فقال نعم. فقال أتعينني؟ فقال نعم. فقال نعمة المعين. وبدأوا يبنوا الإيه؟ الكعبة المشرفة. البناء اللي هو طبعا فضل موجود إلى أن أتى عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عند النبي صلوات الله عليه 35 عام آنذاك. وحصل حريق كبير جدا في الكعبة. وبدأت الكعبة يتهدم الجزء الشرقي منها. فأجمعت قريش أنها تبني الإيه؟ الكعبة من جديد. النبي عنده كم سنة؟ 35 سنة. تمام. يعني فضلوا 5 سنوات ويبقى إيه؟ يبعث. يبعث صلوات الله عليه. وكأن الله كان يعد هذا المكان لأمر إيه؟ جديد. عظيم. وأمر هام. علشان كده بدأت قريش تبني الكعبة. وبدأت تجمع في الكعبة النفقات الحلال فقط. لأن كان عنده قريش طبعا أشياء محرمة. أكيد. منها يعني المال الذي يأتي من البغاء والعياذ بالله. منها المال الذي يأتي من بيع الخمر والخمور وهكذا. منها الذي يأتي من الكهانة والتكهن. فقالوا احنا مش هنحط في البيت إلا كل ولذلك بدأوا يعملوا ايه بقى؟ الحجر إسماعيل الحالي. أيوة. الحجر المنطقة اللي يعني زي حرف الودي. أيوة. هذه من البيت. ولذلك هل يصح لنا أن نطوف من داخلها؟ لا. لو طاف المسلم من داخلها فطوافه غير إيه؟ صحيح. ليه؟ لأنه يبقى طايف في قلب البيت، في قلب الكعبة. فالحجر ده أصلا من البيت. طب هو ما دخلوش في البيت ليه؟ بقى؟ لأن احنا قلنا لما قريش جمعت النفقات وبدأت تبني الكعبة وتعلي النفقات خلصت.
الفلوس خلصت تمام. فكان قدامهم حلين، يا اما ياخدوا من المال اللي هو حرام البغاء والكلام ده كله، يا اما يبنوا الكعبه وايه ويقللوها شويه. فعملوا كده. علشان كده حطوا الايه، اول مره اسمع المعلومه، الحجر، وعملوا المساحه دي كده عشان ما حدش الناس تعرف ان هي منين، من البيت. من طيب واحد يقول طب النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث وبقى نبي ما هدش الكعبه وبناها ليه بقى وعمل ليه؟ النبي قال لعائشه الحته دي. عائشه قالت له الرسول كانت بتقترح عليه، وعشان نعرف النبي كان بياخد ود مع مين، مع زوجاته، حتى في امور الدين، يا رسول الله طب ما ندخلش الحجر في الكعبه ايه ليه ونعمل لها البابين اللي الكعبه كانت ببابين تمام. فقريش عملت باب واحد. فقال يا عائشه لولا ان قومك حديث عهد بالاسلام لهدمت الكعبه واعدتها على قواعد مين، ابراهيم. تمام، الناس لسه داخل الاسلام ايه جديد. فمش هاجي بقى واحنا هدي. الله ينور على حضرتك. يبقى ناخد من الحته دي نقطه او قاعده فقهيه مهمه جدا. ايه بقى؟ ان انا ممكن يكون النهارده عندي شيء المفروض ان هو الاصح وعندي الصح، بس عشان الاصح ده ممكن يجيب لي فتنه او مشاكل، اخليني في الصح واسيب الايه، الاصح. مش حق وباطل. أيوة. لا ده صواب واصوب، صحيح واصح. فالنبي صلى الله عليه عمل كده وبدا بنى الكعبه وهو يعني مع قومه، وعنده 35 سنه اللي هو اسمه بناء قريش المين للكعبه. نعم. وجت اللي هو حادثه الحجر الاسود ومين يحطه. نعم نعم نعم. طبعا احنا كنا عايزين نخلي الحجر باذن الرحمن نتكلم عنه في فضائل ايه البيت ومناسك الحج. أيوة. علشان ده له طبعا قصه كبيره لوحده. بما ان بناء الكعبه كان من الحجر، امتى ابتدت الكعبه بالشكل اللي احنا عارفينه دلوقتي او المتعارف عليه؟ اللي هو بتغطيه من الحرير والتطريزات والحاجات اللي احنا بنشوفها دي. وهل دي من صحيح الدين ولا؟ اكيد طبعا، هو طبعا صح في الصحيح ان نبينا صلى الله عليه وسلم كان يكسو الكعبه بيده صلوات الله عليه. كان بتتكسي من ايام الرسول عليه الصلاه والسلام، سيدنا النبي صلوات الله عليه. وكانت تكسى في بداية الأمر وتؤتى بكسوتها من اليمن. تمام. لأن اليمن ساعتها في هذا الوقت كانت ذات حضارة. أيوة. تمام، وصناعة وهكذا. ولكن هنسأل السؤال اللي الناس بتسأله، مين أول من كسى الكعبة؟ مين؟ هو طبعا مختلف فيها بين العلماء. ناس قالت إن أول من كسى الكعبة رجل اللي هو تبع، ملك حمير في اليمن، اللي ربنا قال عنه في القرآن وقوم تبع. فالنبي قال لا أدري أتبع النبي أم إيه؟ أم غير نبي. ولكنه قال في حديث صحيح لا تلعنوا تبع فإنه كان مسلما وهو أول من كسى الإيه؟ الكعبة بيده. تمام؟ وبعض الناس قالت إن أول من كسى الكعبة عدنان جد النبي صلى الله عليه وسلم رقم 19 أو رقم 20. تمام؟ وناس قالت إن أول من كسى الكعبة هو رسول الله، ولكن الأصوب والأصح أن الذي أول من كسى الكعبة وجعل لها كسوة هو تبع ملك حمير في اليمن. نعم. يعني كسوة الكعبة مش حاجة جديدة مبتدعة. علشان لا. قارينا مؤخرا. نعم. زي ما بنقرأ حاجات غريبة كده ان ده من الترف وحاجات كده. ليس من الترف، النبي كان يعظمها وكان يكسوها بيده صلوات الله عليه. ومن عهد الخلفاء الراشدين الخمسة بدأوا يسيروا على نهج النبي ويكسون الايه الكعبة، الى ان اصبحت كسوة الكعبة في مصر حفظها الله وحرسها الله، وفضلت في مصر 1000 سنة اللي هو بيسميه المحمل. تمام. وكان يبعث في كل عام من مصر في طبعا في احتفال عظيم جدا حتى يصل الى الكعبه. وظلت مصر قائمه بامر كسوه الكعبه لحد سنه 1950 او ما يقاربه. طب لماذا سميت بقى الكعبه بالبيت الحرام؟ نعم. ليه؟ هو طبعا احنا قلنا سميت بالبيت ليه؟ لان الله سبحانه جعلها تشبه البيت في الراحه والسكن. فكذلك الانسان حينما يذهب الى الكعبه تستجمع ايه او تستجمع قواه وراحته النفسيه. طب البيت الحرام، البيت الحرام لان الله جل وعلا حرمه، اي جعله ذا حرمه، وجعل حرمته شديده اعظم من جميع البيوت. بمعنى النهارده انا لو عملت معصيه في مسجد المساجد وعملت معصيه في المسجد الحرام، هل هيتساويان؟ لا طبعا لا. الله عز وجل قال ومن يرد فيه بإلحاد، أي في البيت الحرام، بظلم نذقه من عذاب أليم. أنا النهاردة ممكن أكون دلوقتي قاعد وناوي أن أعمل حاجة حرام. تمام. ناوي مثلا أن أأذي فلان أو فلان. أنا ما باخدش أو ما بيكتبش عليا سيئة إلا لما أنفذ. أنفذ صح ولا غلط؟ وأعملها. طب رجعت عن نيتي وما نفذتش، بتنقلب حسنة كما قال رسول الله. سبحان الله. إلا في مكة. ده كرم ربنا. كرم ربنا. إلا في مكة، فمن حرمتها وتعظيمها وإعظام شأنها عند الله أن من أراد ومن نوى فيها الشر يحاسب على نيته. يا خبر. تخيل بقى. ولذلك سميت مكة آكلة الحسنات.
مكة كلها. مكه كلها، مكه كلها حرم. مكه سميت اكله الايه؟ الحسنات. لماذا اكله الحسنات؟ لانه اذا كانت الحسنه فيها مضاعفه فان السيئه فيها ايضا ايه؟ مضاعفه. علشان كده ربنا قال ومن يرد فيه، اللي عنده بس اراده نيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب ايه؟ اليم، يعذبه الله عذابا شديدا. ربنا يهدينا يا رب. اللهم امين. هنطلع فاصل صغير خالص وراجعين ومكملين، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنيينكم. ورجعنا لكم تاني، وكنا بنتكلم مع الشيخ ابراهيم وبيقول لنا ان قد ايه الاقدام حتى على الذنب بدون ما نعمله فده بيحملنا اوزار وسيئات، فما بال بقى اللي بيعمل حسنات؟ عايزين نبشر بقى. طبعا هو يعني مكه يعني تعتبر من اعظم البقاع التي يضاعف للانسان فيها الاجر. اول حاجه اذا اتينا الى قضيه الصلاه. تمام. المصطفى صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام كمائة ألف صلاة فيما سواه. شوف العظمة. يعني أنا عشان النهاردة ربنا يمن علي وربنا يمن علي أجمعين بالحج والعمرة عما قريب، عشان أصلي صلاة فجر بتكتب لي مائة ألف فجر، تخيلي. عشان أصلي ظهر بيكتب لي مائة ألف إيه؟ ظهر. تخيلي بقى أن الإنسان لو فضل مثلا قاعد 20-30 يوم بيصلي في مكة بيصلي الفروض الخمس، أي أجر سيرجع به؟ هذا إذا تكلمنا عن الصلاة. قال بعض أهل العلم إن ما ينطبق على الصلاة ينطبق على كل خير يفعله إنسان في مكة، بمعنى لو تصدق فصدقته 100,000 ضعف الصدقة، يعني دفع جنيه بيكتب له 100,000 إيه؟ جنيه، وهكذا. إذا أتينا على قضية الطواف، المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينزل كل يوم على أهل مكة 120 رحمة، تخيلي؟ يعني 120 رحمة. حديث آخر يقول فيه النبي أن الله عز وجل قد قسم الرحمة 100 جزءا، تمام؟ خبأ 99 ليوم القيامة. وجعل في الأرض جزءا واحدا منه يتراحم الناس والخلق حتى ترفع الدابة حافرة عن ولدها. حتى الدابة اللي مش عارفة حاجة ما تجيبش رجليها على مين؟ على ابنها. ده رحمة من مين؟ من الله. إذا كانت 100 رحمة نزل منهم جزء واحد في الأرض، هذا الجزء بقى بينزل منه كل يوم على أهل مكة 120 إيه؟ جزء من الرحمة. فستون للطائفين، اللهم اجعلنا منهم. اللي بيطوفوا بياخدوا كام؟ 60. يعني الإنسان إذا طاف نزلت عليه 60 جزءا من رحمة مين؟ رحمة الله جل وعلا، تمام؟ فستون للطائفين وأربعون للمصلين. الناس اللي إيه؟ بتصلي، لأن الطواف في الكعبة أعظم أجرا منين؟ من الصلاة. من الصلاة، عشان الناس تفهم وتفقه إن في مكة مش كثرة الصلاة هي المقياس، لا، كثرة الإيه؟ الطواف. ولذلك كان المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما كان في مكة، لما فتح مكة سنة 8 من الهجرة 20 رمضان، وقعد في مكة 17 يوم، كان كل ما يشوف البيت يعمل إيه؟ يطوف حواليه. يطوف. وقال صلوات الله عليه: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله قد أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. تمام. فأنا سنة الدخول الكعبة لازم كل ما أخش إيه؟ أطوف السبعة أشواط بتوعي. طيب، 60 للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين. حتى الناس البلطجيه اللي قاعدين كده هم، تمام؟ حتى قعدتنا والنظر للكعبه هي عباده، تنزل علينا 20 رحمه. ولذلك كان ابن القيم رحمه الله يقول عن البيت ان النظر الى الكعبه عباده، تمام؟ بها يجلو الله البصر والبصيره، سبحان الله. تمام. كل ما ابص للكعبه واحدق فيها ببصري ينقلب بصري على بصيرتي فيستنير القلب والايه؟ بنور الايمان، تمام كده؟ فعلشان كده انا ما اضيعش لحظه واحده لما اكون فين؟ في الكعبه. ربنا ينولنا. اللهم امين يا رب العالمين. يا رب. اتفضل اتفضل. اذا كانت الحسنات او السيئات مضاعفه، فالحسنات مضاعفه باضعاف مضاعفه. فهنيئا لمن صلى، هنيئا لمن ذكر، هنيئا لمن طاف، كل حاجه بتعملها في الكعبه الله يضاعفها لك اضعاف مضاعفه. الحمد لله. احنا النهارده حاولنا نتكلم ونستفيد عن الكعبه وبيت الله الحرام. إن شاء الله لينا حلقات متكررة بإذن الله الفترة اللي جاية هنتكلم فيها على مناسك الحج بكل تفاصيلها، علشان إن شاء الله كل حجاج بيت الله الحرام السنة دي يبقوا رايحين عارفين كويس قوي هم رايحين يعملوا إيه وليه. بس كده سؤال كده إن شاء الله إجابته تبقى برضو معانا في الحلقات القادمة أو في الحلقة القادمة. نعم. استكمالا لبناء الكعبة، حضرتك قلت في أول الحلقة وفي البداية إن الكعبة ليها علاقة بعلامة من أو بعلامات الساعة أو بالساعة. نعم. قيام الساعة. نعم. وإنها تهدم. نعم.
انا لما انت قلت كده انا شعري وقف. لا هذا ما فهنتكلم بقى في الموضوع ده ان شاء الله باستفاضة بإذن الله الحلقة الجاية بإذن إن الله. شاء الله عز وجل. قبل ما نختم حلقتنا هتدعي لنا يا شيخ ان شاء بإذن الله، الله وانتوا تأمنوا ورانا وتستنونا الحلقات الجاية ان شاء الله. فيها أسئلة كتير، كنا اتسألنا أسئلة كتير على البوست بتاع النهاردة، ان المغالاة في الحج والأسعار اللي بقت غالية جدا نتصرف فيها ازاي، وايه يعني ايه اللي نقول ايه اللي هيترتب عليها. فهنسأل فيها الشيخ ان شاء الله الاسبوع الجاي ونعرف كل التفاصيل بإذن الله. هنأمن وراك يا شيخنا، اتفضل. بسم الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم اهدنا في من هديت، آمين. وعافنا في من عافيت، آمين يا رب. وتولنا برحمتك في من توليت، آمين. وبارك اللهم لنا فيما أعطيت. آمين. اللهم ارزقنا حجة إلى بيتك العتيق، آمين. وارزقنا وقفة قريبة على عرفات، آمين يا رب. وارزقنا طوافا حول الكعبة يا رب الأرض والسماوات، آمين يا رب. وارزقنا صلاة وزيارة إلى روضة سيد السادات. آمين يا اللهم رب. أصلح حال بلادنا، آمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، آمين يا واحفظ رب. بلادنا من كل مكروه وسوء، آمين واجعل يا رب. الأيام القادمة خيرا لنا يا أرحم الراحمين، آمين يا رب. وبلغنا آمين. رجاءنا وما نحب يا أكرم الأكرمين. آمين يا رب. اللهم بلغنا رجاءنا وزيادة، آمين اللهم بلغنا ما نحب، واجعله آمين معونة لنا فيما تحب، آمين يا وبلغنا رب. كل خير منك رجونا، واشف آمين يا رب. مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم آمين يا رب. موتانا وموتى آمين يا رب. المسلمين. يا رب. اللهم فرج همنا وهم المهمومين، ونفس كربنا وكرب المكروبين، واقض آمين. حوائجنا وحوائج السائلين. وصلى اللهم الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وصلي وعلى وسلم وبارك آله على سيدنا وصحبه محمد. أجمعين. اللهم آمين يا رب العالمين. شرفتنا ونورتنا يا جزاكم شيخ، الله خير. أتمنى تكونوا استفدتوا النهاردة في الحلقة، وإن شاء الله استنونا في الحلقات اللي جاية معلومات كتيرة ومهمة جدا عن خامس ركن من أركان الإسلام ألا وهو الحج.